وبعون الله إن شاء الله راح يكون على أيدينا بعون الله. وشدوا الهم ونحن معاكم على سلحب على القداحة الكذا. النظام مجرم مجرم قولا واحدا يعني، بدي يقصف إن صار حجة ولا ما حجة يعني، كلها توجيهات تبعه ودعم حاله من روسيا، وهاي الساعة كمان أمس بزيارته للصين كمان يعني دعمته شوي يعني. من دون حجة عم يقصو، نعم من دون حجة. يعني هو اخترع من عنده وفبرك هالأمور هاي مشان يصير يضرب فينا ويرجع يشنططنا ويعذبنا. هو حيقصف حيقصف لأن الطيران من عنده إيراني، الطيران إيراني، ما مستحيل طيارة مسيرة تروح 160 كيلومتر بتروح 10 كيلومتر، ايه 160 كيلومتر ما بتفوت العقل. خلاص هو في عنده كم واحد بده يصفيهم صفهن واموره تمام وصار يضرب فينا، يعني ايش لك ما في غير هيك يعني. فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، وينه فرعون هلق؟ اعظامه صارت مكاحل، وهو جاي الدور ان شاء الله، وبعون الله ان شاء الله راح يكون على أدينا بعون الله. يلعن أبو النظام على اللي أسس النظام، نظام كلب. إيش بدي أقول لك يعني؟ إن شاء الله راجعين، إن شاء الله راجعين، إن شاء الله راجعين. الله كريم. الله يزيله إن شاء الله. الله موجود فيه الكفاية. يخصم ظهره. ورجعنا سالمين غانمين والفرج قريب إن شاء الله. صامدين لو إيش من كان لو بده يهد بيت بيت، نحن صامدين بإذن الله. نحن الحمد لله رب العالمين، نحن صامدين لهلا لحد الآن. إن شاء الله رح نضل صامدين. حتى النصر الله يقويهم ويحميهم ويسدد رميهم، هن أهلنا وأخواتنا، الله يقويهم ويثبتهم على دينهم. ونقول نحن مشد على إيديك يا سوارنا، وإن شاء الله النصر قريب، وشدوا الهم ونحن معاكم. الله يبارك فيهم يحفظهم ويسدد رميهم إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشدد عض الأخ بأخيه مشان نكون إيد وحدة، ورح يجينا يوم بعون الله ننتصر إن شاء الله، لأن النصر قريب والله سبحانه وتعالى بشرنا بالنصر. إن شاء الله توحيد الصف والمبادرة الأكبر لضرب العمق الداخل تبع النظام، لأنه الجبهات أكيد محصن حاله، ولكن أضرب عمق النظام يعني من الداخل. هلا اليوم الحمد لله فيه يعني ببلش على سلحب على القرداحة الكذا، ها عمق النظام يعني ممكن يأثر تأثير كبير بالنسبة له، وإن شاء الله إن شاء الله النصر قادم بإذن الله.